ما سهل در الرماد على قضية هنا ولا هنا من شان يمرر مؤامرته. مؤامرته؟ ايش من مؤامرة؟ للأسف يا عاصم مؤامرة. أنا لي أسابيع أنا أحاول أكذب نفسي وأجد مبررات كثيرة لتصرفاته الغريبة، لكن لا، الفندم مصطفى الأستاذ اللي تعلمنا على يده التضحية والانضباط والالتزام وحب هذا الوطن، أعتقد إن اليوم على رأس مؤامرة كبيرة هدفه زعزعت أمن هذا الوطن. لا لا يا قبل، لا يا قبل، لا تشطحش بخيالك، اسمح لك تقول الكلام هذا على الفندم مصطفى. من حقك، من حقك إنك ما تسمح ليش، لكن أنا كنت مغشوش بالفندم مصطفى، وزالت هذه الغشاوة لما ظهرت قضية خليل وإرساله الرسائل لمحمود. خليل؟ ليش أنت تعرف خليل؟ هيو أعرفه، الله يرحمه، درسنا أنا في دورة تدريبية. ومين كان مشرف على الدورة التدريبية؟ الفندم مصطفى. وهناك تعرف عليه وعرف قدرته واستعان به، وفجأة اختفى. ولما سألت مصطفى عن خليل قال انه ما عاد يتواصلش معه. انا شفت ان الموضوع عادي مش مهم، يعني مش مهم الموضوع. لما ظهرت قصة مقتل خليل، وللعلم يا عاصم والآن يخطط لمحمود يحاول يقرقره معه. ايوه، بس الفندم مصطفى عمره ما كلمني عن خليل ولا بيكلمك على تصرفاته الغريبة مع محمود. الفندم مصطفى استغل خليل والآن يحاول يستغل محمود، والله أعلم كيف بتكون نهايته. فندم قبر، انت بتراجم اتهامات هنا وهناك، واتهامات خطيرة. هذه مش اتهامات، لكن أنا عاجز عن إثباته، فخلت أبتعد أحسن. ولكن لا، الفندم مصطفى مصمم يخليني كبش فداء.